بديش دورهم على حياة أحسن ومستقبل أحسن. ما بدي هوني إيش الحياة اللي إحنا عشناها، لا أنا ولا أيهم. عشان هيك قررنا نفل. جوزي ترك لبنان من 10 سنين على أساس يرجع وقتها تروق الحالة وتتحسن. الوضع عم يرجع لورا. اسمي خليل، من يافا، فلسطين. جيت على لبنان بعد ما هجرونا، سرقوا أراضينا وخربوا البلاد. أنا ما في مصنع حرير في دار البيضاء. شوفي المصنع.